من أسطورة كرة القدم الحقيقي للكرة السعودية؟ واحد برضو أعطيني، سمي لي واحد. ماجد عبد الله. ماجد عبد الله تقولها وانت لاعب هلالي؟ يزعلون منك جمهور سامي. لا أنا ما أتكلم على جمهور سامي ولا أتكلم على سامي، أنا أتكلم على لاعب أسطورة. وسامي لاعب مستحيل تنجب الكرة السعودية مثل ما قلت. سامي مش أسطورة؟ تقدر توجه للسؤال، أنا ما أقدر أجاوب على السؤال، بس أنا بسأل الأسطورة اللي عندي ماجد عبد الله. ما تحب سامي؟ مو مسألة إني ما أحبه، أنا عاشرته وزاملته ولعبت معاه وصار إداري. تحبه ولا ما تحبه؟ المحبة من الله. حاربك؟ لا ما حاربك. لا. ما كان سبب مباشر بخروجك من الفريق؟ لا. في وقت من الأوقات؟ لا. حسيت أنك انتهيت قبل زمانك؟ كان ممكن تعطي ثلاث سنين زيادة؟ شوف يا ماجد، اللاعب ترى له وقت معين. يعني أنا ما أقدر أن أقول لك إيه أنا قادر أعطي، الجمهور له نظرة ثانية. أنا وقفت وأنا يعني كيف أقول لك إياها، يعني وقفت أنا كورة وأنا مقتنع أني وقفت، مقتنع باللي سويته، مقتنع أني كونت تاريخ لي، مقتنع أني كونت جمهور لي. ما تحس أن جمهور الهلال قلب عليك عقب ما رحت للمنافس؟ خسر جماهيريتك هناك؟ لا أنا ما رحت النصر دايركت، أنا رحت الشباب بعدين النصر. إيه لا أنا أقصد خسرت جماهيريتك هناك؟ أبدا ما خسرتها؟ أبدا. متأكد أنك لازلت محافظ على وجودك في المدرج الهلالي؟ أكيد. كيف تحس هذا الشعور؟ كيف حسيته؟ هذا جمهور وفي. مدرج الأزرق هذا جمهور وفي. أنا لو إنه مو محبوب عندهم ما كان جوالي ما يسكت. يعني في مباراة الهلال في الدوري أي مباراة ينهزم جوالي ما يسكت. يعني حسوني أني كأني لين الحين لاعب. أوكي جميل جميل مرة.